ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك استاذ عصام؟ استاذ عصام، نتاكد بس من الخبر مع مشاهدينا، هل في موافقه مبدئيه من لجنه الانديه على بيع الدوري العام المصري موسم 2013 2014 طبعا اتحاد الاذاعه والتلفزيون مقابل 70 مليون جنيه؟ يا فندم، تم النهارده البحث في لجنه الانديه، واحنا كنا في المفاوضات بقالنا يومين او ثلاثه، والحمد لله تعالى استقرينا ان الدوري المصري حصري على اتحاد الاذاعه والتلفزيون باذن الله تعالى مقابل المبلغ اللي حضرتك ذكرته دوت. تمام، حصري على بكره. حصري ما معناها ان هل يحق لاتحاد الاذاعه والتلفزيون انه هيبقى حصري بس على الفضائيه والنيل الرياضه والقناه الثانيه، ولا ممكن يباع لدريم والحياه والسي بي سي، ويعني كل القنوات اللي حابه انها تشتري؟ هل ممكن ده ولا ده اللي هنناقشه يا فندم بعد توقيع العقد باذن الله تعالى؟ تمام. احنا والقائمين على الاتحاد معانا المعنيين بالامور الاقتصاديه وكده، وهنشوف باذن الله تعالى اللي يحقق اولا يعني القيمه الاعلى لاتحاد الاذاعه والتلفزيون، وفي المقام الاول طبعا مشاهدنا المصري، اللي هو بلا شك ان احنا يعني بذلنا المجهود ده عشان يبقى متوفر ل يعني تلفزيون الدوله، تلفزيون الشعب، تلفزيون الناس، هم الاولى ان يحمل لهم اللعبه الشعبيه الاولى ويكون الحامل الاول ليها. لكن في نفس الوقت لو شفنا امورنا الاقتصاديه تسمح ان ناخده لوحدنا هنتجه لده. لو شفنا او لمصلحه القنوات الرياضيه انها نشاركها معانا وكده، هنشوف اللي فيه الصالح العام باذن الله تعالى. واعتقد ان اتحاد الاذاعه والتلفزيون لما يعني حاول ان هو يحصل على هذا الامتياز، لانه اعتقد انه الجهه الوحيده اللي ممكن تشوف صالح الجميع دون النظر الى المصلحه الخاصه او الشخصيه. صح، مش شركه خاصه يعني. تمام، هل ممكن يباع الدوري ل يعني قنوات عربيه، ابو ظبي، دبي، جزيره رياضيه، يعني كلام من هذا القبيل؟ لا 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 لا، بلاش الاخرانيه اللي انت قلتها دي خالص نهائي. شوف حضرتك قلت اخر جزيره رياضيه، مش ممكن على الاطلاق. لن يباع الدوري المصري للجزيره الرياضيه؟ لا يا فندم، هذه الجزيره لا نتعامل معها، وليها مواقف ليست بالجيده طبعا. الجزيره بصفه عامه والجزيره الرياضيه بصفه خاصه لها العديد من المواقف السيئه مع المشاهد المصري، وما نعرفه من الكثير من البطولات، بما فيها حتى حكايه فريق القومي. فما افتكرش حتى سوريا انا اسف ولو بمليار جنيه انا اشاركها معايا في الدوري المصري، الدوري المصري للمشاهد المصري في المقام الاول والمواطن المصري. ونشوفها اقتصاديا لو في بعض المحطات العربيه اللي بنحمل لها معزه وتقدير قد يكون، وان كنت افضل انها تكون قنوات مشفره علشان ما تخشش معانا في البث العام. تمام، بالنسبه اخيرا لفكره قانونيه الشراء، يعني حضرتك عارف حضرتك مثلا ده في تفاوض مباشر مع لجنه البث، وبالتالي عرضته ب 70 مليون جنيه، طب ما هو ممكن بكره مثلا يجي عرض ب 75، يجي عرض ب 80، هل قانونيه؟ لان مش عايزين نخش في مشاكل قانونيه، ممكن يقول البيع بالامر المباشر والحاجات دي. لا يا فندم، احنا سالنا القانونيين وطلع ان اتحاد الكره بيخضع لقانون المزايدات والمناقصات، ونحن ايضا اتحاد الاذاعه والتلفزيون نخضع لقانون المزايدات والمناقصات، فليس هناك قانونا ما يمنع ان احنا الاثنين نتفق بموافقه الوزيرين المختصين بما فيه دون ما يكون في مزايده او حاجه. دون مزايده. تمام، يعني طالما الطرفين موافقين او وصلوا الى اتفاق معين. طب حضرتك اشتريت ماتشات الدوري كلها بما فيها ماتشات الاهلي؟ كل الدوري يا فندم. طب افرض الاهلي مش عايز يبيع غير بيع انفرادي، يعني الاهلي بره اتحاد كره القدم يا فندم؟ ده اللي واخد قراره، يعني النادي الاهلي واخد قرار ان هو مش هيبيع غير بيع انفرادي ماتشاته. لا يا فندم، انا لما اتفقت مع لجنه البث واتحاد كره القدم على الدوري الممتاز بجميع مبارياته. طب افرض ان الاهلي مثلا لو هو انفرد، هو هياخد شرط البث منين يا فندم؟ من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. يعني ما افتكرش بقى ساعتها انه يعني الاتحاد الاذاعه والتلفزيون لن يعطي اشاره البث لبيع انفرادي لاي نادي. بص يا كابتن، انا قلتها لك من قبل ما ندخل في المفاوضات.
لشرائها الامتيازي تقريبا يمكن من اسبوع او 10 ايام في مداخله مع سعادتك ان اتحاد الاذاعه والتلفزيون بما يمثله انه ممثل للشعب كله لا يتفق مع انديه فراده وانما بيتفق مع كيانات او ممثله ليه بنفس الحجم. يعني انا جهه ممثله للدوله كلها وفي نفس الوقت بتعامل مع اتحاد الكره المصري الممثل الاول للعبه في مصر، انما انا ما بتفقش فراده مع انديه او سوري اقوم انديه على اتحاد وكلام من ده، اعتقد ان انا بربع بالاتحاد بتاع التلفزيون عن ذلك. طيب معلش هودي حضرتك لان قيل النادي الاهلي هيبيع انفرادي ولو الدوله اصرت على فكره اشاره البث هيروح يذيع عن طريق نور سات وهيذيع بحاجه اسمها ديلي بعد نص ساعه ولدرجه انه ممكن يوصل ان هو ما يذيعش مبارياته خالص، يعني ده الكلام اللي بيقال يعني، فراي حضرتك في هذا الكلام؟ على 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 النادي الاهلي انه يظبط اموره مع اتحاد كره القدم المصري اللي هو بينتمي اليه، وانا مش عايز ادخل طرف في الحكايه دي، لكن الوحيد اللي بيملك شاره البث جوه جمهوريه مصر العربيه للمباريات الرياضيه هو اتحاد الاذاعه والتلفزيون. على فكره حصل موقف مشابه ايام 2008 مع وزير الاعلام الاسبق انس الفقي، رفض النادي الاهلي اذاعه مباراه الاولمبي، بس رفض اذاعتها يعني هو ما طلبش اشاره البث بس رفض اذاعتها، ولم تذاع مباراه الاولمبي في اول ماتش في الدوري العام انا فاكر، هل ده يحق النادي الاهلي ما يذيعش مبارياته؟ والله ده اللي هنشوفه في الايام القادمه يا فندم، لكن ازعم ان احنا في الاتجاه العام للدوله وان احنا في محاوله ان الدوله تقف على رجليها وكلام من ده، اعتقد ان النادي الاهلي الكبير العظيم بشعبيته العظيمه مش هيؤدي الى مشاكل تؤدي الى ان الدوري ما يعني ما يتلعبش او يبقى فيه مشاكل باذن الله تعالى، واعتقد ان كلنا بنسعى كوطنيين واعتقد في مقدمتهم النادي الاهلي ان الدوله تقف تاني على رجليها يعني الرياضه والاقتصاد والسياحه وكل شيء ينطلق في مساره الصحيح، فاعتقد ان النادي الاهلي باذن الله تعالى عشم كبير انه باذن الله تعالى يمكن التغلب على كل المشاكل البسيطه اللي موجوده. استاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون بشكر حضرتك شكرا جزيلا وعلى هذه المداخله القيمه اللي عرفنا منها امور كثيره جدا، بشكرك مره اخرى. هنطلع للدوريات العربيه بنهتم بجميع